أولى رسائل الطبيعة لمصر في العام الجديد. موجة باردة ممتدة فردت سطوتها على البلاد منذ يوم الخميس الماضي وستستمر إلى يوم الأحد المقبل بدرجات حرارة وصلت في بعض المناطق للصفر مئوية. بطاقة تعريف شتوية قدمها إلينا عام 2015 بأولى ضربات البرد القوية على منطقة الشرق الأوسط، حيث تتعرض المنطقة لمنخفض جوي عميق على سطح الأرض. أدى الانخفاض الملحوظ في الضغط الجوي وانخفاض كبير في درجات الحرارة وانخفاض في معدل الرطوبة أدى إلى زيادة سرعة الرياح، فكست سحابة من الأتربة سماء القاهرة، بينما وحد البرد بين أسطح المنازل بلون الثلج الأبيض. أما في الأسكندرية ورغم اعتياد أهلها على نوة عيد الميلاد في هذا الوقت من كل عام، إلا أن ارتفاع الموج أدى إلى توقف الملاحة لحين استقرار الأحوال الجوية، كما تسببت الرياح والأمطار في انهيار جزئي لمئذنة جامع ابن خلدون بالمنشية. بالملابس الثقيلة والمشروبات الساخنة حاول المصريون التأقلم مع الصقيع والأمطار، آملين أن تمر أيام الموجة سريعاً ليعود إيقاع الحياة المتجمد إلى طبيعته. سترينجرز، القاهرة.